لكن خليني اسالك على مشكله الذبابه البيضاء، جيرانك بيكافحوا الذبابه معاك ما ولا هو لا؟ في ناس بتكافح وفي ناس ما بتكافحش، لو عنده محصول بيكافح، ما عندوش محصول ما بيكافحش. حتى انا لو رشيت بتتنقل عنده وهو ما بيرشش، ترجع لي تاني بعد الرشه اللي رشيتها. يعني يمكن هي دي احد اهم المشكلات بتاعت الذبابه بشكل عام. دايما مكافحه الذبابه ما ينفعش تكون مكافحه فرديه، لازم تكون مكافحه جماعيه. لذلك يعني انا بتمنى ان بشكل او باخر نوجد طريقه نجبر بيها كل المزارعين ان هم يكافحوا الذبابه مع بعض، لان يعني فكره ان انا اكافح واطفش الذبابه على جاري وبعد كده جاري ما بيكافحش وترد لي الذبابه مره تانية، دي احد اهم مشكلات يعني ذبابه الفاكهه. الاعتماد على المصايد، المصايد ده ما بيشتغلوا بيها على اساس انها يعني دليل للحد الامن او الحد اللي هبتدي عنده الرش. يعني هشوف كم عدد الذكور الموجودين عندي في المصايد اللي بتبقى موجوده وبعرف من خلاله ان انا هبتدي الرش، انما الاعتماد على المصايد بشكل كامل اعتقد ان هو شيء برضو مش مجدي، وان شاء الله هنتكلم برضو ونحاول نوجد حلول لده. احنا عايزين بس قانون يلزم وزارة الزراعة ان رش الذبابة يكون رش مكثف على العامة، على كل الناس مش على هي حد وزارة منهم. الزراعة والله ما بتأثرش وبتنزل المصايد مجانا كمان بتاعت ال والعفن الهباب برضك المفروض تتدخل فيه. أكيد، وإحنا إن شاء الله في هذه الحلقة وباسم وزارة الزراعة وباسم قناة مصر الزراعية إن شاء الله هنوجد لك حل ان شاء إن شاء الله الله، باذن الله. تتابعنا بس في الحلقة ديت إن شاء الله. لكن خليني أرجع لحضرتك برضو وأقول في برضو مشكلة تانية كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، يعني هي مشكلة الذبابة. طبعا يمكن الناس فاكره ان وزاره الزراعه ما بتعملش حاجه، لكن انا عارف ومتاكد ان وزاره الزراعه بتقدم المصايد يمكن الاستكشافيه بشكل مجاني، لكن خلونا نعرف النهارده ايه هو يعني ايه هي خطه الوزاره في السيطره على الذبابه، خصوصا ان الذبابه ما حدش يقدر يكافحها لوحده، لازم تبقى المكافحه جماعيه. المكافحه الجماعيه بالنسبه للذبابه، احنا عندنا جهاز متخصص خاص بالذبابه وذبابه الفاكهه بالذات وذبابه الخوخ، فاحنا بنوزع مصايد مجانية على المزارعين. المصايد في بعض المزارعين بتعتقد ان هذه المصايد يعني هي ده العلاج او بتاع بتجمع مصايد، لا ده هي عبارة عن مؤشر بيقول للمزارع نرش او ما نرشش او نعمل او ما نعملش او حاجة زي كده، ولازم تكون كل المزارعين على دراية، لان ما ينفعش ان في مزارع يرش ضد ذبابة والمزارع التاني ما بيعملش، فاحنا كده ما بتعملش حاجة. صحيح. لازم يكون كله متكاتف وكله يد واحدة عشان نقدر نسيطر على ذبابة. طب يعني اذا مثلا صادفنا فلاح عنيد او حد مش عايز يقاوم او بيأذي اللي جنبه، طب هل يعني ما فيش اي توصيات من خلال الجامعات الزراعيه انها تعمل توصيه مثلا في تجريم عدم مكافحه الذبابه او حاجه زي كده؟ والله دي حضرتك بقى ده محتاجه قانون، محتاجه قانون زي القانون بتاع القطن بتاع عدم رش البرسيم والكلام ده، فبرضه محتاجه تشريع عشان تقدر تسيطر على المكان ده. يعني في واحد هيأذي بقية الزراعات، يعني هي مزرعة أو أرض فيها مصابة بالذبابة ممكن تأذي كل المنطقة الموجودة وكأننا ما بنعملش أي حاجة، يعني بتضيع تقريبا 75% من المجهود، لأن واحد بيشتغل والتاني ما بيشتغلش، واحد بيعتمد على التاني وهكذا. يعني أنا أتمنى من مجلس النواب وخصوصا مجلس الزراعة في مجلس النواب إنها فعلا تصدر تشريع يجرم ويعاقب بالحبس وبالغرامة الكبيرة، ونرفض التصالح خالص في موضوع الذبابه، لان موضوع مكافحه ذبابه الفاكهه النهارده بيدمر محاصيل، وبيدمر محاصيل بتتصدر بتجيب دولار، يعني بندمر اقتصاد دوله النهارده بعدم مكافحه الذبابه. مكافحه الذبابه شيء اجباري مش اختياري. ارجو ان يعني لجنه الزراعه في مجلس النواب تعي مسؤوليتها في مكافحه ذبابه الفاكهه، لانها اكيد بتخسرنا كتير. يعني وزاره الزراعه عندنا اللي عليها بتوفر المصايد، ويمكن المصايد عشان يعني اخواننا المزارعين او المتابعين اللي مش عارفين فكرتها عباره عن ايه، المصايد فكرتها ببساطه ان انا بحط فيرمون برائحه الانثى بتاعه ذبابه الفاكهه، وبالتالي الذكور بتيجي عشان تلقح هذه الانثى، بتخش في بيت كرتون في ماده لاصقه عشان على ريحه الانثى وهي داخله، فبتقوم لازقه. بعد عدد الذكور اللي موجودين وبعرف الحد اللي المفروض ابتدي عنده، يعني عمليات المكافحه بتتم ازاي. يعني كل ما بنقضي على عدد اكبر من الذكور تقريبا الاناث بدون ذكور يعني لا تشكل اي نوع من انواع المشاكل، يعني ذبابه الفاكهه الاناث فقط موجوده عندنا في المزرعه بتاعتنا او في الحديقه او في البستان بتاعتنا ما فيش اي مشاكل، لانها طول ما هي لم تخصب اذا لم تبيض، واذا ما بيضتش يبقى ما فيش منها مشكله. المشكله بتحصل لما الانثى بتلقح وبتدور على مكان تضع فيه البيض، فافضل مكان بتضع فيه البيض بيكون ثمار الفاكهه.
وبالتالي هي دي مشكلة الذبابة اللي بتدمر المحصول. مشكلتنا مع الأنثى الملقحة.